وهذا هو المهم. السير أليكس فيركسون في مذكراته السابقة قال إنه هو رفض رحيل كريستيانو رونالدو وقت توليك رئاسة ريال مدريد، لأنك خرجت وقتها بتصريحات قلت إنك حسمت كل الأمور مع كريستيانو رونالدو، وهو شايف من وجهة نظره إن ده كان شيء غير لائق وقتها إنك تتحدث عن ضم لاعب وهو لسه مستمر مع نادي مانشستر يونايتد. في الحقيقة في النهاية مهم أننا وصلنا إلى اتفاق، وبالتالي فإن أريد أن أوضح أن ريال مدريد هو فريق يحترم القوانين ويحترم الآخرين، وبالتالي يحترم الفرق الدولية والفرق الأوروبية، وبالتالي لديه الوعي في التعامل مع في هذه الظروف، وبالتالي قد وما هو يهم أننا حصلنا على التعاقد، وبالتالي كان قمنا بدفع القيمة التسويقية له، وبالتالي فما هو مهم أننا استطعنا أن نضمه بعد عام 2008. انضم كريستيانو رونالدو لريال مدريد وحقق إنجازات عظيمة جدا مع الريال، استفاد منه الريال وأكيد هو كمان استفاد من الريال. هل قرار رحيله عن الريال كان قرار خطأ إداري من ريال مدريد؟ أنا أعتقد نعم، فإنه لاعب مميز، لاعب لا يعرف المستحيل، لاعب كان سجل من 50 ل60 هدف في الموسم الواحد، وبالتالي حصل على الشامبيونز أكثر من مرة، فهو لاعب قد ترك أثرا كبيرا في النادي، وهنا أقصد نادي ريال مدريد، وبالتالي أعتقد أن رحيله كان خطأ كبير، وهذا خطأ لا يمكن مسامحته مدى الحياة.